يا سيارة روبوني، جينا من داري مجدركم فيديو جديد. اليوم راح اعمل روتين البشرة داخل السيارة، فعشان كذا قبل ما تبدأ الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعار عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا بقناة نارين وقناة تاسم وقناة العائلة، بحط لكم في صندوق الوصف. واعذروني على الغياب، صار لي كثير مغيبة على القناة، فبس المهم احبكم مرة، ويلا نبدأ الفيديو. أول شي راح نبدأ بسكريب لتقشير البشرة وزي كذا. ياي، هنا قاعدة أسوي تقشير البشرة ونارين من ورايا تتعابط عباطة عباطة. الحين أمسح السكريب بالمولتي شو. أوه قاعد أشوف إيش الأوساخ اللي خرج. شوفوا أوساخ عشان أوريكم بالدليل. الحين قاعدين نمسح. خلاص يا أخي، والله خلاص خلاص خلاص. وجي وحان وقت شوفوا جمالي. الحين وقت هذا القناع الأخضر، أخذته زمان من إعلان زي كذا، فذكرت إنه عندي فقررت أستعمله. الحين ظلام ونور. شكلي واو كيوت بعد الماسك. أساس إني أنا قاعدة بنام دقيقتين أنام يعني على أساس. أنا وقت أمسح هذا الماسك الأخضر. مؤثرات صوتية. وجمالي بعد الماسك. وقت هذا الماسك الفايزلين للترتيب البشرة. واو. الله. شعور مريح. وقت النزعه شوفوا وجهي كيف صار مبلول. هو مره ثانيه لازم اوريكم انه وجهي صار زي البيضه. وقت مسك الشفايف نخرجه. واو، اكبر من شفايفي، اكبر من شفايف كيم كارداشيان، اكبر من برطمان الناقه. الحين نزعته، شوفوا ما أكبره، شوفوا ما أحلى شفايفي بعد ما نزعت الماسك. واو. نحط التونر اللي هو عبارة عن حاجات زي ذهب وكذا، كريمات الذهب. أمسح بشكل دائري بهذا الشكل المريح للأعصاب. حركات الكيوت. وقت المسك هذا الأبيض برضو من منتجات وكريمات الذهب، وفي شوية من الذهب. نمسحها بشكل دائري. أوكي. والحين عطاس. الحمد لله. بعد ما مسحنا مسح بهذا الشكل فوق الفم، كمان تحت الرقبة، على الوجه. كت متى اخلص يا اخي؟ متى اخلص يا خلاص 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 يا اخي. الحين شوفوني، شوفوني محلاني، شوفوا بعد ما عملت الماسك كذا احس اني كيوت. امشط شعري. ايوه مشيت. افردها من النص عشان اسوي تسريحه. بعد ما خلصت شوفوا شكلي. الحين اعمل البكلات على الشعر بهالشكل.
الحان وقت وضع المرطب، مرض تخرج المرطب. بعدها نحط الروج كمان وبوز البطة مرة ثانية. توني وانا تميلح لا محلاني، لا ننسى ان نضع قليلا قليلا منه لانه ثقيل يعني، فنحطه على خد ودانا. هذه النتيجة النهائية، وان شاء الله تكونوا حبيتوا. حبيت شكلي، واو. يا ربي علي وحياة عنيا. قبل ما ننهي الفيديو لا تنسوا تقولوا لي ايش اكثر شيء حبيتوه من الماسكات او الحركات البركات، وحبيتوا الفكرة هذه او لا.